الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وضب الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة الثانية من دروس الأدب المفرد لإمامنا البخاري عليه من الله شبيب الرحمة والرضوان. قرأنا الحديث الأول، لا تباغ، طبعا الباب باب هجرة المسلم. قرأنا الحديث الأول، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. وقفنا عند الحديث الثاني، طبعا الباب في أكثر من حديث لذلك توقفنا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه أو الذي يبدأ بالسلام. اثنين اختلفوا، اثنان أخوان في الله اختلفا فيما بينهم، بعد ذلك كلما وقعت عين أحدهما على الآخر صد كل منهما عن الآخر. بعد ذلك جاء واحد منهما فبادر أخاه بالسلام، السلام عليكم، السلام يذيب الخصومات، السلام عليكم. هذا الذي بدأ صاحبه بالسلام هو خير من صاحبه، لاحظ معي، وخيرهما بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرهما أي خير هذين الأخوين المتخاصمين الذي يبدأ بالسلام. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا، يعني ينهانا أن نتباغض، أن يعني كما قلنا أن نأخذ بأسباب التباغض فيما بيننا والعياذ بالله، ولا تنافسوا يعني على الدنيا، أو بمعنى تحاسدوا أيضا. ما الذي يجري بين الناس؟ الدنيا. الله يرحمه الشيخ مصطفى التركماني في الشام كان يقول إذا لقيت شيخين عم يختلفوا على جامع، ما قال على مسألة فقهية، على جامع فاعلم أنها دنيا، دنيا، هذا بده الجامع لهذا بده الجامع، التبان الدنيا. ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخواني، يعني كونوا يا عباد الله، هنا في أداة نداء محذوفة، كونوا عباد الله إخوانا، يعني يا عباد الله كونوا إخوانا. وبإليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام، يعني يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن اثنين اجتمعا في الله، الآن كلنا اجتمعنا في الله سواء على مستوى المصلين أو مستوى الطلاب اجتمعنا في الله، أو على مستوى أيضا الأساتذة، واضح؟ اجتمعنا في الله، ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام، يعني اجتمعا في محبة الله أو تحت مظلة دين الله، فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. ما الذي إذا تفرق، ما الذي يفرق بينهما؟ أول ذنب يحدثه أحدهما، الذنب له شؤم. بارك كنا نتكلم في الخواطر السباعية عن بركة العمل الصالح، العمل الصالح يدافع عن صاحبه، العمل الصالح له بركة، له خير في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. في المقابل العمل السيء شؤم على صاحبه، فمن شؤمه أنه يفرق بين الأخ وأخيه، يعني كأن التفريق بين الأخوين عقوبة من الله عز وجل لهذا العبد لأنه عصى والعياذ بالله. في رواية هنا قال إلا بذنب، يعني هنا فيفرق بينهما أول ذنب يحدث أحدهما، هنا في رواية الجامع الصغير إلا بذنب فيفرق بينهما، أو يعني يفرق بينهما بذنب يحدثه أحدهما.
بقي عنا حديث واحد ما خلصنا والله ما شاء الله. تتحملوني دقيقتين أراه ونختم الباب. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد. نعم هذا يزيد الرشك عن يزيد مو يعني مو يزيد بن معاوية هنا هذا يزيد الرشك له قصة في ترجمته يعني جميلة. عن معاذة قالت سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما يعني يصارم أن يهجر انتبهنا لا يحل لمسلما أن يصارم مسلما فوق ثلاث. مر معنا أنه في الحاشية قال يفهم منه إباحة ذلك في الثلاث أكثر من ثلاث أيام لا لأنه الإنسان ممكن يغضب من أخوه ممكن بشر نحن يتألم لكن أكثر من ثلاث ليالي خلص صار الموضوع حقد وصار الموضوع حسد وصار الموضوع حظ نفس لكن للثلاث يعني يعني بشرية الإنسان بدها تأخذ حقها انتبهنا ثم يغلب الإيمان. لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق يعني إن استمرت الخصومة فوق ثلاث يكون كل منهما متنكبا عن الحق ما داما على صرامهما يعني على خلافهما وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء. إيه نعم هون عم يقول فسبقه بالفيء يكون كفارة عنه والفيء على ذي الرحم العاطف عليه يعني اللي بده يكفر هالذنب يروح يباشر ويصالح أخوه يسلم عليه يقول السلام عليكم يطرق عليه الباب انتبهنا. وإن ماتا على صرامهما يعني على خلافهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا. والله شيء بخوف أدي نحن عم نختلف حتى صار بزماننا السلاح يرفع بين الأخ وأخيه. وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. إذا واحد راح يبادر أخوه بالخير قال له السلام عليكم يا أخي نحن منتم أخوات منتم جيران منتم مسلمين إيه؟ أم هذاك الآخر كان حاقد رفض أن يرد السلام. قال الذي سلم يرد عليه الملك والذي رفض أن يرد عليه السلام يرد عليه الشيطان. وبه إليه قال حد آخر حديث حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك إني لأعرف غضبك تعود هون محمد إني لأعرف غضبك ورضاك. من اللي قال الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لمن؟ قال للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى وربي محمد. إذا كنت راضية بتقولي بلى وربي محمد تقسمي يعني تذكريني بالاسم ربي محمد. وإذا كنت ساخطة قلت لا وربي إبراهيم. أنت ما أنا المرأة لها دالية على زوجها. قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك. أنا ما بزعلك بس أنا لما بزعل طبعا إمتى صار الزعل؟ لما صارت حادثة الإفك وكذا. قال لها سيدنا أبو بكر اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا أشكر إلا الله لأن الله هو الذي أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. أي عند الغضب أهجر اسمك ولا أهجر ودك. شوف الكلام الحلو. أنا بهجر اسمك وقت بزعل بس ما بهجر ودك ومحبتك وشايف الله يرحمهم بيفهموا مؤدبين وبيعلمونا الأدب. إيه نعم بيجوا في ناس هيك بيدوروا عليك شغلات مشان يعملوا مطعم. لا 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 الله يبارك فيكم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.